الكرة تاني بعد مشي رمضان صبحي؟ تقول ايه؟ رمضان هو والله بصي انا عملت فيديو قلت كده الانتماء انتهى، مفيش انتماء في الكوره خلاص دلوقتي، بقى فاحنا بقينا في الاحتراف. دلوقتي رمضان جات له فرصه وهو لسه صغير 23 سنه، 100 مليون جنيه، يعني هو بقى صاحب قرار نفسه. ودينا شايفين اخطاء كتير، يعني شفنا عصام الحضري، شفنا الناس دي، كل واحد هيتحمل نتيجته. بس بنقول لجماهير النادي الاهلي اللي انا واحد منهم، الاهلي كده كده موجود، يعني الاهلي مش هيمشي بالظبط. برشلونه اللي اترزع على 8 بتقول ايه؟ انا ليه كارثه سودا، ما انا لسه قايل جابوا كومان دلوقتي ودينا اهو هنشوف هيقوموا ازاي. لازم الاداره كلها تتغير. الاشاعه اللي انا تلمح حبيبي يا ايمه، تعالى يا ابراهيم اهو كريزي تاكسي يا عم حبيبي ابراهيم، داخل دلوقتي يعمل تمثيل مصطفى نجم ان شاء الله باذن الله. عايز اقول لك ان كاريزما الله اكبر عليه، حضور يعني الموهبه بتاعت ربنا ما شاء الله عليه، دمه خفيف جدا، انسان صافي وابيض من جوه. دي بقى ما شاء الله اقعد اتكلم فيها كتير جدا، منتظروه ان شاء الله في حاجه يا رب كده ادعوا لنا، يمكن في حاجه مشتركه قريبا ان شاء الله. مشتركه الوقفه دي يا عم ان شاء الله باذن الله. هو عازمني وانا يعني